قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الاتكال على الله وعلى الناس، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب رفائيل شفكيان خوري رعية الأرمن الكاثوليك في عمان، ومن الولايات المتحدة الأمريكية القس الدكتور سائد عواد، حيث أغنى الضيفان الحلقة من خلال توجيههم للمؤمنين للأخذ بالنصوص الكتابية من العهدين القديم والجديد، والتي تؤكد طلب الله من الإنسان المؤمن أن يتوكل على الله الذي سيسخر له بشرا كي يساعدوه. فإلى هناك. طبعا أبونا على الاتكال، وانت لما كنا نناقش الموضوع أنا وياك الأسبوع الماضي أنه الإنسان المتوكل على الله، ربنا بقول تمثلوا بالأطفال، وأجمل ما يميز الطفل هو أنه هو اتكالي ومتوكل دائما على مسلم، يعني مسلم أمره للأكبر منه لأهله، يعني التسليم هو الاتكال، معنى التسليم أنه مسلم أمره من ناحية أكله شربه مدرسته رسوم مدرسته، ما عنده هم ولا مهكلان هم، متوكل ومسلم أمره لأهله. فموضوع التوكل، وربنا قال إن لم تعودوا كالأطفال، طبعا بيختلف المفهوم إن مرحلة الطفولة لمرحلة النضوج، وبصير موضوع الاتكال على الله بمفهوم آخر. طبعا مش مسلم إنه أجار بيتي ولا معيشتي ولا أكلي وشربي إنه ربنا بيبعث لي إياهم كل يوم بحط لي بؤجي على باب البيت، مش هذا المعنى. بس الاتكال أو التسليم روحك لربنا، إنه هو اللي بيعرف إيش أنت بتحتاج وهو اللي بيعتني فيك. فلما تسلم أمرك، لما بتعمل هذا العمل وبتقول أنا مسلم أمري لإلك يا رب، أنا عملت قمت بهذا العمل، أعطيني هذه البركة، أعطيني هذه النعمة. فلما بتسلم أعمالك لربنا وهو اللي يمشي فيها، تسلم مشاكلك لربنا، تسلم خطاياك لربنا وترجع لربنا بكل أمر أنت بتقوم فيه، هون معناته الاتكال وتنال النعمة. الاتكال على الله بسبقه الثقة، والثقة هاي بتتكون دكتورة من خلال الهستري، علاقتك مع ربنا طوال، يعني كل ما بكبر الواحد بنضج روحيا، كل ما بصير في عنده خبرات مع ربنا. تتذكر لما ابنك سخن، لما كان قال لي شفناهم هايهم شباب وتجوز أولادك يخلي لك إياهم ويحفظ، في هاي الخبرات كلياتها تعمل ثقة بربنا أنه بأصعب المواقف اللي مرقت على الإنسان ما تركنا ربنا. بينما الإنسان اللي مش مؤمن بربنا وعاش حياته بالطول والعرض، ما صعب يتوكل على الله بس يكبر، لأنه ما في ثقة في ربنا أصلا، لأنه هو إنسان خواف ما عنده السلام. لأنه زي ما تفضلت حضرتك وحكينا بالحلقة الماضية، السلام الداخلي في أشياء بتتساعده على، من بينهم هاي الاتكال على الله. لما يسوع حكى لهم إيمان هذا الطفل هي معتمد على الثقة. ليش أطفالنا بثقوا فينا؟ لأنه هم عارفين بخبرتهم أنه لو وقعت البابا بدي يحملني، لو بدي المدرسة البابا بوديني، لما بنطلوني انثقب أواعي تبهدل الماما راح تهتم بنظافة شخص. هاي بيكونها الطفل من 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 الأشهر الأولى، لما بيشوف إنه لما بيجوع وبيبكي بتحضنه بترضعه بالطعمية، لأنه الأهل بيعرفوا إيش بيحتاج هذا الطفل واحتياجاته. فعشان هيك الثقة الطفل بأهله إنه هم عارفين أنا شو بدي من دون ما أحكي. فهذه كمان اللي بنربطها إنه ربنا يعلم ما تريدونه أو ما بتطلبوه، بيعرف كل إشي بتحتاجوه 100%. هي النقطتين أساسية إذا عملنا مقاربة ما بين الإيمان، كيف يخص الإنسان بالإيمان ولا بالأعمال، الاتكال على الله ولا الاتكال على البشر، كيف هو مفهوم أو كيف نتكل على الله في أعمالنا، وشو هو هذا المفهوم بالنسبة لإلك أبونا؟ الموضوع مثل ما تفضلتي دكتورة وتفضل الأبونا أنه الاتكال أو التواكل. الاتكال يعني أنه أنا بتكل على الله أو على الإنسان في شيء معين بحياتي بدي إياه، ولكن أنا بدوري بيشتغل وبفعل حتى يتحقق ما أريد. العكس هو التواكل، بمعنى الكسل، أنا بطلب من الله المساعدة أو بطلب من الناس المساعدة، لكن أنا ما بحاول أنه اشتغل أو أعمل حتى حقق ما أريد. على المؤمن أن يتكل على الإنسان في بعض الأمور الدنيوية، مثلا إذا أنا فيني اتكل على الطبيب بأن يشفيني وقت أمرض، لكن بنفس الوقت بصلي لله أنه يشفيني، بنفس الوقت اسمع ونفذ نصيحة الطبيب.
لكن هناك أشياء في الحياة بفوق القدرة قدرة الإنسان على أنه يحققها، مهما كان خبير مختص أو محترف. بالتالي المؤمن يجب أن يتكل على الله، على يجب عليه أن يصلي، ولكن يجب أن يتكل أيضا بأن هناك أمور هو عاجز عن تنفيذه لوحده. في آية في الكتاب المقدس في سفر أمثال بالعهد القديم تذكر بقول توكل على الرب في كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لو بدنا نتأمل في هاي الآية هي مثل الجي بي اس، يعني مثل خارطة اللي احنا بنحطها على التلفون حتى نوصل لهدف معين. حتى لو انت كنت عارف الطريق وعارف انت وين رايح وحافظ الطريق انك توصل لهاي المنطقة، ولكن بنلتجئ لهذا الجهاز لهدف واحد. الهدف هو انه اذا كان هناك في حادث سير، الشارع اللي رايح عليه انا في أزمة أو أنه مغلق، بيوجهني على شوارع تاني حتى أوصل للهدف في الوقت المحدد. أنه نحن لما بنلتجئ للرب في دراسة الكلمة، بنجلس في الجلسات الصباحية المسائية معه في الكلمة، ندرس الكلمة، نتعلم منه، بصير عندنا عملية تحديث معلومات. يعني حتى الجي بي اس نفسه بيكون متصل في الأقمار الصناعية، والتحديث بيكون في كل ثانية. حتى لو كان الطريق مغلق بوجه طريق ثاني في نفس اللحظة. والروح القدس في حياتنا متصل دائما فينا مع السماء.